بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس والأربعون. خاتم من ذهب وفصه من ياقوت. خاتم مبتدأ مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. من ذهب جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا وشبه جملة في محل رفع خبر. التقدير خاتم كائن من ذهب، وحرف عطف فص مبتدأ مضاف والهاء ضمير متصل مضاف إليه. من ياقوت جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا وشبه جملة في محل رفع خبر. في البحر يوجد اللؤلؤ والمرجان. في البحر جار ومجرور متعلق بالفعل يوجد. يوجد فعل مضارع مبني للمجهول، اللؤلؤ نائب فاعل، وحرف عطف المرجان معطوف على اللؤلؤ. هذا الخاتم غال جدا يساوي 30 دينارا. هذا اسم إشارة مبتدأ، الخاتم نعت بهذا، غال خبر أول، جدا مفعول مطلق لفعل محذوف يساوي جملة فعلية خبر ثان، أو يساوي جملة فعلية في محل رفع نعت لغال، يساوي جملة فعلية وفاعله ضمير مستتر تقديره هو 30 تمييز، وهو عدد دينار معدود تمييز. هذا السوار رخيص يساوي 5 دنانير. هذا اسم إشارة مبتدأ، السوار نعت، رخيص خبر وهو منعوت، يساوي جملة فعلية في محل رفع نعت لرخيص وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. أو تقول رخيص خبر أول يساوي جملة فعلية خبر ثاني. 5 تمييز مضاف دنانير مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له الجمع. أين سواري يا أمي؟ أظن في الخزانة. أين اسم استفهام خبر مقدم، سواري مبتدأ مؤخر مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. يا حرف نداء أمي منادى مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. التقدير أما لي. أظن من أفعال القلوب تنصب مفعولين. أظن فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا، والمفعول به الأول محذوف. التقدير أظنه في الخزانة. في حرف جد الخزانة اسم مجرور وشبه الجملة في محل نصب سد مسد المفعول الثاني، ويمكنك أن تعربه متعلقا بمفعول ثاني محذوف. وتقدير الكلام أظنه كائنا في الخزانة. خاتم جميل. خاتم مبتدأ مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. جميل خبر. اقضي من لؤلؤ. اقضي مبتدأ مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. من لؤلؤ جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا وشبه جملة في محل رفع خبر. سواري من فضة وخاتم من ذهب. سواري مبتدأ مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. من فضة جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا وشبه جملة في محل رفع خبر. وحرف عطف خاتم من ذهب معطوف على سواري من فضة. الخاتم يصنع من الذهب والفضة وغير ذلك من المعادن. الخاتم مبتدأ يصنع فعل مضارع خبر مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ. من الذهب جار ومجرور متعلق بالفعل يصنع، وحرف عطف الفضة معطوف على الذهب، وحرف عطف غير معطوف على الفضة غير مضاف ذلك مضاف إليه. من المعادن جار ومجرور متعلق بنعت محذوف وهو نعت لغير. التقدير غير ذلك كائن من المعادن. هذا الرجل قوي جدا.
هذا اسم إشارة مبتدأ. الرجل نعت لهذا، قوي خبر، جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير جد جدا أو جد جدا أو أجد جدا. هؤلاء الرجال أقوياء. هؤلاء اسم إشارة مبتدأ. الرجال نعت لهؤلاء، أقوياء خبر. أين قرطي يا أختي؟ لا أعرفه جيدا، أظن في الخزانة. أين اسم استفهام خبر مقدم؟ قرطي مبتدأ مؤخر مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. يا حرف نداء، أختي منادى مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. التقدير أختا لي. لا أعرف جملة فعلية وفعله ضمير مستتر تقديره أنا، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. جيدا نائب مفعول مطلق. التقدير عرفا جيدا. أظن من أفعال القلوب تنصب مفعولين. أظن فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا، والمفعول به الأول محذوف. التقدير أظنه. في حرف جر الخزانة اسم مجرور، وشبه الجملة في محل نصب سد مسد المفعول الثاني، ويمكنك أن تعربه متعلقا بمفعول ثان محذوف. وتقدير الكلام أظنه كائنا في الخزانة. أنت قوي وأنا ضعيف. أنت ضمير منفصل مبتدأ، قوي خبر، وحرف عطف. أنا ضمير منفصل مبتدأ، ضعيف خبر. هؤلاء الرجال أقوياء، وهؤلاء ضعفاء. هؤلاء اسم إشارة مبتدأ. الرجال نعت، أقوياء خبر، وحرف عطف. هؤلاء ضعفاء معطوف على هؤلاء الرجال أقوياء. هؤلاء اسم إشارة مبتدأ، ضعفاء خبر. بنتي تلبس خاتم فضة. بنتي مبتدأ مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. تلبس فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، وهو عائد على المبتدأ. خاتم مفعول به مضاف، فضة مضاف إليه. التقدير خاتما من فضة. الذهب يصنعون منه الأساورة والخواطم والساعات. الذهب مبتدأ، يصنعون فعل مضارع خبر، والواو فاعل، منه جار ومجرور متعلق بالفعل يصنعون، والضمير المتصل في منه أعد على المبتدأ. الأساورة مفعول به، وحرف عطف. الخواطم معطوف على أساورة، وحرف عطف. الساعات معطوف على خواطم. الساعة منصوب مثله، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع المؤنث السالم. لبست الخاتم. لبست فعل والتاء فاعل. الخاتم مفعول به. هذا العقد جميل جدا. هذا اسم إشارة مبتدأ. العقد نعت، جميل خبر، جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. يكون الفتى قويا والشيخ ضعيفا. يكون فعل مضارع ناقص. الفتى اسم يكون، قوي خبر يكون، وحرف عطف. الشيخ ضعيفا معطوف على الفتى قويا. الألماس حجر غال جدا. الألماس مبتدأ، حجر خبر، غال نعت لحجر، أصله غالي، جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. والله أعلم بالصواب.